تتكلم فيه كلام زي ده. ده ده قال لي كده. لا لا يعني انتوا الظاهر عليكم انا اجيكم بالحسنه ما داري انتهوا، مش كده؟ اتكلم معاكم بالراحه نصبر عليكم، القصه دي ما داري تفهموها. الظاهر عليكم انتوا اللغه دي ما بتنفع معاكم. إيه؟ واضح. شيل كرسيك شيل كرسيك. انتوا ما بتفهموا. درجه درجه عملوا درجه. ها؟ ما بتفهموا انتوا؟ مجانين؟ خرفتوا؟ بقيتوا تنضموا ساعه برا خلاص طلعتوا برا الشبكه؟ ما تكون؟ حصل لكم شنو يا اخي؟ اهرينا النسوان أهرينة. النسوان بقى احسن منكم؟ زمان ظالمين النسوان ساكت، تقول النسوان اقطع نقطع، والله النسوان بالنسبه لكم ولا اي حاجه. الله حرام عليكم يا اخي، الله بيسقكم يوم القيامه يا اخي، هل بتسووا في دخلط يا اخي؟ تغنوا يا اخي النهار كله ما عندكم شغله، ديك مرقت وديك دخلت ودمنو ودمنو ده شغال وين وده حرامي وده ما حرامي، ما تكونوا مع الناس يا اخي، ما تسيبوا الخلق لخالقها يا اخي. معلش معلش معلش. كرهتوا ناس الحلة يا اخي. معلش نخلي لكم الحلة دي احنا ولا كيف؟ معلش معلش يا محمد معلش. هالنسوان ما قادرات يمرقن يا اخي. معلش. كل ما يجي مرقات يا اخي قالوا كنتوا واقفين. تعينوا فينا الواحد بالله العظيم عينه زل. تشنو ده؟ خلاص يا محمد معلش يا اخي. معلش شنو يا اخي؟ انت زادك ما قاعد تقطع معاهم يا اخي. معلش. انت زادك ما قاعد تقطع معاهم يا اخي. الله يبارك لك دكتور محمد. ما صح منكم يا اخي. يا خلوا يا اخي على الاقل احترموا الجيرة يا اخي، احترموا الناس الساكنين معاكم يا اخي. لا يا اخي الكلام ده يطلع منكم، انتوا الناس الكبار المفروض تكونوا انتوا الناس يا اخي الليدر، الناس المسؤولين عشان الناس تعتبركم قدوة. طيب الاولاد الصغار يعملوا شنو؟ طيب الشباب يعملوا شنو اذا انتوا بتعملوا كده يا اخي؟ يخس يخس عليكم. معلش معلش هم مرتبة غادي تهرب. لا يا اخي تعملوا كده يا اخي. لا يا اخي. يا هروب يا غادي يا اخوانا الكلام ده صح؟ انا غلطان مع الناس دي؟ والله ما صح. هذا شنو انت ما صح؟ هذا لازال ما صح ما صح كيف تعال؟ ما صح شنو ما صح؟ ما صح والله. انت ما هسه كنت بتقطع معانا؟ لا لا هسه ما كنت بتقطع معانا؟ فيش دول لما نجي هسه يقول صح؟ ما صح والله. والله ما صح. والله انا امي رسلتني السوق عشان اجيب لها باقي الفسيخ، قالت لي في رجال برا قاعدين ما قادر اطلع، امشي يا ولدي جيبوا لي انت. يا الكضيب نحن قلنا ما في شيء زاد. وما قاعد تشتري فسيخ 200 ريال. قلت لها يا ولدي ابوك ميت، انا كان طلعته وطلعته وبمشي واجي فيهم الناس بتتكلم علي. انا برضه رسلوا لي الدكان، قالت لي الحاجه بتاعتي، قالت لي ما بقدر اطلع. في رجال نفرين قاعدين في كراسي، كرسي ظهر وكرسي ثاني حمر. والله انا بقول الناس اللي بيقطعوا ديل الا ناس الليان ديل يتكلموا معانا ورحلوهم من الحله. نفرين ما ممكن ترحل الحله كلها وخلوا لهم الحله وراهم. انا بقول لك انا نزل معاش، يقول لك مشيت هنا فرشت لي بصل في الواطه، جو ناس البلديه شالوه مني. ويعني ما مرتاحين ما مرتاحين يعني مش يشتغلون اي شغله، انا عمل له طبليه عمل له هنا، بيجوا ناس البلديه بشيلوها مني عشان كده بقعدوا في الكراسي وبيقطعوا الناس. ما طبعا شنو ما دام اصله ما في شغله يمشي يشوفوا لهم شغله يقعدوا. ان شاء الله كان قاعد جوا البيت يتفرجوا الديجيتال احسن من يشوفوا شمال ديك طلعت ودي خشت. يا احمد ها كيف؟ انا بعد ما شافه ماشي. وين هذول؟ ماشي المدرسه حجيب الاولاد من الكورس. مدرسه شنو هذول؟ الدنيا اجازه قول بسم الله. انا دخلت ولا الكورس يا كورس شنو ده؟ يا انا من صاحب ودوه من الساعه 8 للساعه 10 دول دول الخلوه يحفظ القران. من 8 ل 10 تودي شفعك الخلوه؟ اي وبعدين من الساعه 10 ودونا المدرسه عندهم كورس هناك بتاع عربي انجليزي ورياضيات. وجبتين؟ هيو ساعه 2 كده من الصباح لحد الساعة 2 يقروا؟ اي ولا اجازة؟ الاجازة دي ما من العصر للعصر تقول لحقهم. ها انا جاي اشوف الكلام ده. العصر ده بس فيهم عندهم شفت الحفظ بتاع القران؟ اي والمراجعة حقت الكورس ثاني ما عندهم حاجة بعد. لا هن جو الطيشة يعني بقول ده ما بيفهموا. نمرهم كويسة والله الحمد لله. نمرهم مش كاملة؟ تمام والله. حرام عليك يا اخي. لا حرام يا اخي ناس ناجحين جابوا فول مارك. جابوا النمرة الكاملة، ليش يا أخي تاني تودون تقرير؟ دي ما إجازتهم يا أخي. دار قويون يا أخي دار قويون، خليهم يبقوا أحسن ناس يعني عربي وإنجليزي ورياضيات دي مواد مهمة. لكن يا أخي السنة كلها ما قاعدين يقروا النجاشي يا أخي. لسه ما يقروا تاني في شنو؟ يقروا السنة كلها والإجازة برضه تشيلها منهم تخلون يقروا فيها. دار الإجازة دي ما كبيرة يا جماعة، الزمن ما كثير. لا الزمن كثير دي ما إجازتهم، خلوني استمتعوا، خلوني يلعبوا، خلوني يجروا، خلوني يفكروا، خلوني استفيدوا من اجازتهم، خلوني اعمل لهم مشروع، خلوني يشتغلوا، خلوني يدخلوا قروش، خلوني اعمل اي فكره ثانيه، اي حاجه ثانيه. من الساعه 5 قول الساعه 6 5 لا الساعه 10 بالليل ما عندهم حاجه. يعني 9 لانهم بيقوموا الصباح بدري. لا طيب الاجازه دي، الاجازه دي عملها شنو؟ عملها العطاله. اجازه. لكن كمان لازم يعني نقويهم بس.
لا تقاويهم كيف؟ هم مش قروا وجو نمرتهم كانت كويسه وممتازين واي حاجه. طيب تقريوا له شو ثاني؟ يا اخي ما دي اجازتهم ما على كيفهم يا اخي. يا اخي ما عندهم اجازه يا اخي. الزلمه من ياخذ اجازه مش برتاح ينوم يقعد؟ انت اولادك نزلوا اجازه تمشي تودوهم الخلوه من الساعه 8 لحد الساعه 10 ومن الساعه 10 تمشي ثاني توديهم الكورس. يا اخي حرام عليك يا اخي. يا اخي ما قلت لك بيجوا من هناك براجعوا بيناموا ثاني من الساعه 5 دي كل حقهم. يا اخي تخلوني استمتعوا باجازتهم لكن. مستمتعين هسه كان قاعد في البيت يا اخي بيوت. مستمتعين كيف مع النجاشي يا اخوان الكلام ده غلط يا اخوان. هذا من ناحيه والله بيجوا البيت جوده شديده خلاص. بيجوا البيت اليوم كله ما يجوتوا يجوتوا امهم وشاكر في القنوات في التلفزيون وقاري. لا يعني يتفرجوا بتين طيب؟ يتفرجوا من الساعة 5 للساعة 10 يا أخي. ها؟ من الساعة 5 للساعة 9 بالليل. لا يعني من الساعة 5 لحد الساعة 9 يتفرجوا وباقي اليوم يعني تشيلوا منهم في المدارس يعني معناها السنة كلها يكونوا بيقروا من السنة كده ما تبدأ يقولوا بيقروا بيقروا بيقروا. الإجازة جات ما عندهم إجازة طوال بيقروا بيقروا بيقروا. يا أخي ما ممكن النجاشي يا أخي. أمهم زاد اشتكت منهم. كان قاعد في البيت بيجوتوا البيت يا أخي. طيب النجاشي أنت زول فاهم. الكلام ده من ناحية تربوية غلط. المفروض الناس زي السنة كلها بيكسروا في العلم وما شاء الله أولادك شاطرين وما شاء الله أولادك المواد كلها فول مارك ما شاء الله بيقفلوا المواد كلها. طيب يا أخي وكنت ناس شطار كدي وفالحين كدي جائزتهم في الإجازة يقروا ولا يستمتعوا بإجازتهم؟ أخواننا ده كلام شاطرين شاطرين يا جماعة ما شاء الله والله أولادنا كويسين لكن يا جماعة البحر بابا زيادة يحفظوا قرآن ويمشي يجودوا الرياضيات والإنجليزي ده بيقى مهمات يا أخواننا مش احسن من كده؟ بعدك بيت وقعد في البيت والله ما تقدر تشتغل اي حاجه. الشاكلوا اليوم كله ده داير يشوف هنا القنوات بتاعت تشوف عادي كده ده الشاكلوا الريموت كسروا لي ثلاثه مرات. لا في اليوم هن رضيانين؟ منو؟ هن ما ضغطت عليهم؟ كان رضيانين كان ما رضيانين هذا الحاصل كده بس. لا الحاصل شنو؟ ما يمكن انت هسه ضاغط عليهم، ما يمكن يا اخي الاولاد ما عندهم وجهه نظر، ما عندهم راي، ما عندهم افكار، ما عندهم حاجات في راسهم. خلونا شاورونا اخواننا خلونا نعملوا الحاجه الدارينها في راسهم دي خلونا نعملها. ها بيفهموا احسن مننا؟ لا انت ما زمنك لكن زمن يا اخي كل ذول بزمنه يا اخي. لا انا كل ذول بزمنه لكن مش هتنظر دي اخواننا الناس دارين قران ولا شو يعني؟ لا لا قران شنو؟ يا اخي انت تشيل احسن حاجه انت تشيل زمنك وزمن غيرك وتفرض عليهم. انت الفرض عليك منو يا اخي؟ انا فرضوا علي ذات ابوي ما فرض علي الله يرحمه. لا يعني انت ابوك حتى لو غلط دار تطبقه برضه في اولادك يعني؟ يا اخي ما غلط ما سنع. لا انت هسه راعيت حالتهم النفسيه انه هم عندهم رغبه فعلا انه يمشوا الخلوه ويقروا قران وانه فعلا عندهم رغبه من الساعه 10 يمشوا المدرسه يجوا راجعين الساعه 3 ولا الساعه 2 عندهم رغبه زي دي. شاورتهم قلت لهم الحاجه دي كويسه معاكم ولا ما كويسه معاكم؟ يا شاورتهم وحاله نفسيه وشنو؟ انا سويت لهم شنو؟ انا غايته بكلمك انا بكلمك من ناحيه انا دي حاجه بعرفها متاكد منها وما بقول لك كلام ساكت انا بقول لك كلام علمي. الصح انك تشاور اولادك. اولادك ما شاء الله شاطرين ومقفلين المواد ما في داعي تتنتلن وتتعبن وفي الاجازه بدل يستمتعوا باجازتهم تمشي تعمل لهم ثاني قرايه. الكلام ده ما صح. في شويه يا جماعه انا دقيتهم ما صح. اديتهم حته كعبه واديتهم الخلوه يقروا يحفظوا قران ويمشوا المدرسه يراجعوا ما ادتهم ما ادتهم بس انت قلت ضايق امهم في البيت وكسروا العده وبيلعبوا فراغ. ده كلام غلط. ما عندهم فراغ ما الفراغ ما يبقى عندهم. بعدين مادتين بس انا قلت لهم خليه يستغلوا فراغهم. قلت لهم نقروا اليوم كله؟ ها؟ قلت لهم نقروا اليوم كله؟ مادتين بس. هسه انت دي ما اجازتهم؟ اجازتهم اجازتهم يا اخي من الصباح يعني كانه ما في اجازه. يا جماعه ما صدقيت معايا يا اخواننا ما في يا جماعه الخلوه دي كعبه؟ الفرق شنو هسه؟ الخلوه دي كعبه؟ طيب يا جماعه مادتين من المواد الكثيره دي كلها مادتين بس يركزوا لنا فيها، فيها حاجه دي؟ كلمة فيها حاجة كم وين طيب اجازتهم وين طيب؟ انت معغلني وانت اخوانا الطفل ده ما عنده حقوق. البني ادم ده ما عنده حقوق يا اخي. الشارع بيقول له حقوق يا اخي. راسه ده ما بيقص يقنب السنه كلها يقرا يا اخي. حرام عليك يا اخي. لا الشارع حقوقه منو؟ شلت انت؟ هو يا زول هوي شلت انت بتفكيرك. ما شلت ما اديته فرصه يفكر. ما اديته فرصه اديته عنده يا اخي باقي اليوم كله. خليه يعمل الحاجه الدايره. جيبه اساله يا اخي. شلت منه كم ساعه؟ شلت منه اليوم كله يا اخي. كم ساعه؟ اسال من الساعه 8 لحد الساعه 2 اليوم ما انتهى. مراجعتي يا اخي راجع الكلام ده عليك الله راجعه. انا بديك فرصه تفكر عليك الله فكر. والله انا اولادك بيهموني زي اولادي. لو ما كده انا ما بقول لك الكلام. كتر خيرك كتر خيرك. لكن انا اولادي والله ما مقصر. خلاص فكر في الموضوع ده. ودعتك الله. ها يا جماعه ها 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 اقول لك دي هلا الخلوه دي كعبه يعني. الخلوه ما كعبه لكن التركيز اللي يبقى على الحله. ها التركيز اللي يبقى على الحله. الحله حقت الاقل. ايوه اها. والاولاد ما مهمين؟ الاولاد اساسهم شنو؟ اها ما مهمين.
اساسهم شنو؟ لا بس دليل الاولاد بس ياكلوا ويشربوا. ما هي في الاساس هو البغاء هو الاكل. طيب بعد طيب بعد الاكل ماكلين وشاربين. هتخليهم هم جعانين؟ لا لا ماكلين في الخلوة. قال لك منو ما قاعدين ياكلوا؟ ماكلين وشاربين. اولادك ما ماكلين؟ لا ماكلين وشاربين الحمد لله. شاكلين وشاربين. ما دي ما مشكلة بالنسبة له. المشكلة في هذي بقى عامة. هاي المشكلة الإجازة. المشكلة شنو؟ الإجازة. ها؟ ما يمشوا يا ما يمشوا ما يمشوا ما يمشوا يا ثانية ما يمشوا ألبسهم ويمشوا الخلوة وبعد الخلوة يمشوا طوال يمشوا الكورس. أرهقتيهم كده كيف يعني؟ أرهقتيهم الأولاد كلهم ما قاعدين يعملوا كده. إيش معنى دير يعني؟ لا أنا أولادي لا. كيف أولادي؟ لا 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 سامية سامية داير أقول لك حاجة. أنا أولادي مستحيل أخليهم يمشوا كورس، مستحيل أزحمهم زحمة ذهنية زي دي، مستحيل. انا اولادي شطار والحمد لله، ولو ما انا بتعامل معاهم كده ما كانوا يكونوا شطار كده. اللغه الانجليزيه دي صعبه والرياضيه صعبه وانا ما بقدر على المذاكره. احسن هسي الدرون المقرر بتاع السنه الجديده يدرسوا لهم في الكورس، لما تجي السنه الجديده يخشوا وهم فاهمين. انا ما بتعب في الدراسه في المذاكره. بعدين اقول لك حاجه يا ابراهيم غلط كلامك. الاولاد دي ارهقوني، انا ما قادره انظف، ما قادره اعمل حاجه. المدرسه كانت ماسكه بلا يلا المدرسة لما تكون فاتحة دوك إجازتك رتبي فيه زي ما عاوزة كويس. لما تجي إجازتهم هم المفروض تتراعيهم، ده لأولادك، ده لأولادك قدامك تشوفيهم بيلعبوا كيف، تشوفيهم بيمشوا كيف. أنا مستعد أوديهم حوض سباحة، مستعد أوديهم لرماية، أوديهم أي حتة، لكن يا أخواننا أنا أزحمهم زحمة ذهنية زي دي. الإجازة دي يا أخواننا ادوها لهم عشان الواحد يرتاح فيها ذهنيا، ارتاح فيها ويجي مستعد للعام الدراسي الجديد بكامل قواه. وين يا ابراهيم؟ انا راحتي وين؟ انا اطبخ، انا انظف 5 مرات في اليوم. انا زمان بس الاولاد يمشوا المدرسه اقوم الصباح انظف نظافتي، بيتي نظيف، اطبخ طبيخي، اخذ حنتي، اعمل حاجاتي. ما ممكن هسه جاي تطلع البيت كله يا ابراهيم. يا اخي نحن مما قمنا شفع صغار يا ساميه. نحن يا نا من جوط البيت وبنجوطه وبنعلقه كده، واللوم بتجي ترتب، اللوم بتجي ترتب في مال الله. ده كان زمان يا ابراهيم، ده كان زمان. هسه بيجوا علي نسوان دخلات بيتك ما بشتن كده ماله، ولسه العده ما غسلتيها ولسه ما عملتي كده ليه يعني؟ انا جوا بيتي اسخان يعني عشان كلام النسوان تضيع الاولاد يا ساميه؟ عشان كلام النسوان تضيع الاولاد؟ الكرسي ما ضيع ولا دراسه القران ضيع، خلي الاولاد يمشوا يقروا استفيدوا بدل يقعدوا في البيت. يا اخي العده كلها كسروا عليا. يا اخي الموظفين الكبار ديل، الكبار اللي عندهم عقل بيستوعب، قاعدين يدوهم فتره اجازه عشان الواحد ينتج. الاجازه دي عشان ينتج، بعد يجي من الاجازه دي عشان ينتج. انا ديل ذاته دايرون ينتج الفتره دي. الناس يا 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 ساميه يا ساميه قالوا ليش شنو؟ الولد الكبير ده شال الغطايات بتاعت الحلل كلها وركبها كده وقال لي داير اعزف درم، كسر القطعات كلها ورده خدت الحلل. الحلل قددوها لي يا ابراهيم. ايوه ايوه سامي. يا زول بتعزف؟ اي بعرف. طيب ده ما كويس.
ده ما ممتاز ممتاز. ثانيا المفروض زي دي موهبه المفروض تراعيها، المفروض تنميها، المفروض تشجعيه على الحاجه دي. انميها بعدتي يا جماعه، اخترت عدتي يا اخي. عدتك تطير في السماء بركة الله والرسول. الواد عنده موهبه، خليه يلعب زي ما هو عاوز، والحمد لله هو ما مقصر في دروسه. انت مقصر في دروسك؟ لا انت قاعد يجي الاول يا اخي، قاعد يجي الاول وقاعد يجي الثاني. يا سامية خليه يا اخي، ما يفوتوا السنه الجايه يفوتوا، لو ما وديتوا كورسات بلادنا هنا جاش ما ودونا الكورس بعد شويه يفوتوا. يا بنت الناس، يا بنت الناس اللي جازه دي، نحن على الاقل نكتشف مواهبهم، نشوف اتجاهه ماشي على وين، عشان نقدر احنا نساعده لقدام. يا اخي ما في حاجه اجمل من الرغبه، لما نود الصغير من هو صغير ويكون عنده رغبه في حاجه وانت تنميها له. انت عارف ده عارف ده عمل شنو؟ انت عارفه ده عمل شنو؟ حف البيت كله مشى جامله وشتول، من وين ما عارفه جاي داير شنو؟ داير يعمل البيت بستان. يا ودي يا بتاع البترول انت، يا ودي يا بتاع البترول انت. ايوه يا زول، العب زي ما انت عاوز في الاجازه، لكن يكون في علمك. جيت الثالث المرة دي، جيت الثالث المرة جاية، لا في لك سباحة ولا في لك رماية ولا في لك لعب لو جيت الثالث. والكلام ده خدته في أضانك واحفظه. تعال هنا يا ولد، شفت؟ عشان الثالث ده عشان ما جاء الأول زي أخوه ده، أنا داير أوديه الكورس ده بالذات، لازم يمشي الكورس. لا أصلا لا، يلعب زي أخوانه، وزي ما وعدته أنا حنفذ له وعدي، أنا حنفذ له وعدي، يلعب زي ما هو عاوز. فاكرينك ساكت انت؟ لا لا. اها؟ بتقرا في الكورس ولا ما قاعد تقرا؟ بتقرا؟ ايوه شفته؟ شفته؟ شفت الكلام ده؟ شفته؟ قاعد تجري كم يا ولد خديجة؟ الثالث. مبروك، امشي اقرا الكورس. قاعد تلعب؟ كل الوقت؟ اها. والكورس ده بتقرا كيف؟ بتقرا وتلعب؟ لا لا. اها. تقرا وتمشي تلعب؟ منظم الا وقته. لا ما في تنظيم، في اجازه كويس؟ في حاجات كده ممكن نحن برانا نراجعها معاهم كويس؟ وخليه هو يجتهد شويه يا اخي، ما طوالي كده، خليه يجتهد هو، خليه يحسن روحه. انا عودتهم كده من اصغر من كده، انا معودهم على كده. ابراهيم اسمح كلامي عليك. الله يا ابراهيم، الاولاد اللي انت لما توديهم الكورس، اصل انت لما تجي من الشغل وتلقى البيت جاي، تلقى الملايات موقعه في الواطه، تلقى البيت ما راضي، بترحمني انا راحتي في نجاح. بترحمني انا؟ شوف يا ساميه، بترحمني انا راحتي في نجاح، راحتي ما في ملاياتك ولا في مراتبك، انا راحتي في نجاح. خلاص المفروض تبقى شغاله تشتغل 24 ساعه، كله ما يرموا حاجه يرفعوها، كله ما يرموا حاجه يرفعوها. يا شغاله اها، ده الكلام اللي ما بينفع معايا انا، وده الكلام اللي بيضيق اخلاقي وبيخليني اطلع من البيت بدون اي شغله. ارجوك يا ساميه، ارجوك رجاء خاص بين اولادك، لازم تراعيهم، لازم تشوفيهم بيمشوا وين وبيجوا من وين، ولازم يلعبوا كمان. انا ما قلت لا يا ابراهيم، لكن الكورس ده بيديني زمن، ساعتين ثلاثه، ساعتين في الروضه، اربع ساعات في الكورس. انا السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. تعال عليك الله. ان شاء الله كويسين. مرحبا محمد. الحمد لله. كيف ان شاء الله بخير؟ ما يكون الليلة لمين الاولاد وتنظموا وترغوا. امشي يا ولد العب، امشي. امشوا. امشي يا ولد خديجه، امشوا. امشوا العب، امشوا. خلينا نتكلم مع عمك وانت، امشي. امشوا العب، ما تمشوا بعيد ها؟ ما تمشوا بعيد وما تلعبوا في الشارع. مالا؟ بنت اخوك دي؟ ها؟ ها؟ مالا؟ قالت دار تدرسهم كورس. كويس؟ وانا قلت لها يا اخي الاجازه دي ادوا عليهم عشان الواحد يصفى ذهنه ويجي مستعد للعام الدراسي الجديد. كلامك صح. هي مصره انه يبعدوا من وشها عشان قالت بيعلقوا لها الملايات ويعلقوا لها المراتب ويعلقوا لها شنو ما عارف ولا ده الكلام اللي قاله ليه النجاشي. انا وهو من الصباح الليله شكله ليه رب السماء. يا النجاشي الاولاد ما تودون المدرسه، قال لي بودوهم من 8 لحد 10 يمشوا يقروا خلوه، ومن 10 لحد 2 يمشوا يقروا رياضيات وانجليزي. قلت له اولادك ديل جو الكم ترتيبهم كيف؟ بنا ده ما بيقروا مهملين كده. قال لي ابدا جل اوائل. قلت له ممتاز جل اوائل، طيب ليه تعبهم؟ ما تخلون يستمتعوا باجازتهم.
من الصباح انا ارغي معاه ابى يقتنع عليه كله انت كمان داري تبقى زيه هاي داري ابقى زيه مالون الا تعبوني تعبوني تعبوك في شنو تعبوني المدرسه والله كانت ماسكه بلا المدرسه ماسكه بلا شفت شفت الكلام ده شفته المدرسه ترحب بهم اكثر من اكثر منك انت انت اولادك انا ما ما فيها انا مرحبه بيه وعامله لهم اي حاجه لكن الاجازه دي بتعبوني تعب ما تتخيلوا كيف يا محمد حقت منه حقتهم ولا ما حقتهم حقتهم المفروض يستمتعوا بها ولا المفروض ما يستمتعوا بها اسمها اجازه الناس دي بيقولوا السنه كلها وما قصروا وجا الاوائل اولادك كلهم شطار ما شاء الله مالك ما تقول الحمد لله الحمد لله استمتعوا باجازتهم يا اخي يا اخي اقول لك حاجه انا عندي واحد صاحبي مره طبعا بيشتغل بيقوم الصباح بدري كويس بيمشي يخلي الاولاد نايمين ولما نيجي راجع من الشغل بيكونوا برضه نايمين لفتره طويله الولد الصغير يوم كده ابوه في الشغل نسى له حاجه جا البيت الولد الصغير جا فرتك 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 جا كان لقى ابوه قاعد قال يا ماما عمو قاعد برا عاد كذي عاد كذي كويس هاي كويس هسيون انت يا مسافه يا ابو مسافه ايوه لا اله الا الله الحقني الحق العربيه مالك يا زهر الحقني العربيه ها الولد محي الدين ولدي محي الدين ماله قالوا مشوا البحر معه ثلاثه واعرف واحد غيرك ولا شو ما اعرف اولادي 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 يا سامي محمد يا اخي شفت امشي امشي الكلام اللي بقوله لك عشان كده قلت لك الاولاد ما تضغطهم الاولاد ما الاولاد ضغط الولد خليته مرق مشى البحر زهق من المدرسه زهق من الخلوه الوداده عشان كده مشى البحر اهو دي نهايه كل زول دي نهايه كل زول بيضغط على اولاده بالصوره دي يا اخي لانك ما بتشاورهم لانك ما بتكلمهم لانك ما بتناقشهم بتقول له يا ولد امشي اعمل كده يا ولد امشي اعمل كده ما بتاخذ رايه عشان كده بيحصل كده صح ولا ما صح يا اخي دي ذاتها الاجازه دي الفتره اللي احنا انا واولادي بنتعرف فيها على بعض يا اخي المفروض يقعد يلعب معاهم خشوا انت اولادي يا ناس خلوا عندكم الرحمة امشي مع النجاشي ده شوفوا ولدي ده قالوا وداه المستشفى نمشي نمشي امشي شوفوا انا حالف بالله اخذ راي النازل انا اولادي ثاني ما بيقراوا يا ابراهيم افتح العربية وينه ما داير كورس ما داير اي حاجة كورتي ما في ما في كورس أيوة. ثاني بس الاولاد اللي يلعبوا انا عارف اولادي عارف اولادي لما اقول لهم ما تمشوا الحتة الفلانية ما بيمشوا انا ماشي للنجاشي ده وجاي يا النجاشي العبوا في البيت زي ما عايزين كسروا اي حاجة اعملوا اي حاجة كل شيء ولا البحر البحر كل شيء ولا البحر اقول لكم حاجه يلا يلا اديكم الحاجات دارينها تلعبوا بها يلا اكون اروح تعالوا ما يلعبوا العلم ما كويس السخانه دي ما يلعبوا واحد يقرا خلوه ما حبيتنا اللعب ما خلاص هو مش البحر لا ما يمشي البحر يلعب وين يلعب في الحل جوا مش على البحر كذا يلعبوا جوا في الحل يعني من المفترض انه الاجازه عارف يعني يرتبوا لهم الاجازه ذاته انه يجيبوا لهم مثلا العاب في البيت ما تخليه منهم يفكر يمشي البحر ولا يطلع ولا كذا عرفته ثاني حاجه يستفيدوا برضو من الإجازة إنهم يودوهم الخلاوي يتعلموا القرآن مفترض أساساً أي طالب في الفترة بتاعت الإجازة بتاعته ياخد ديما يعني ريست كده شوية عشان اسمه شنو يجدد بالنسبة له تاني زاد على ذلك الإجازة فيها فوائد لأنه الأسرة بتكون طول الوقت مع المدارس وبيكون مع نمط الحياة المعيشية الحاصل والمدارس ذاتها بقت يعني ما وضع بتاع مدارس تعليميه بقت اكثر شيء فيها استنزاف مادي يعني احترام للامهات سواء كان داخل البيت او خارج البيت الام ستاره والام حنينه على جناه طيب الابو ده هو اساسا بيطلع من 8 او 7 ونص بيمشي عمله بيجي الساعه 4 ونص بيجي 5 يا ولية الولد ده وين والله الولد ده مرك هسي مع صاحبه بيجي طيب السخانة جاتني يا اخوانا البحر خطر